صباح الخير، اهلا بيكم في قناة الصحة والجمال، وبشكر جدا استاذ محمد رمضان على تواجدي معاكم، والحمد لله ان احنا النهاردة موجودة معاكم. وانا هعمل حاجات سريعة عشان انا بلغت بالليل، بس فقلت اعمل حاجات سريعة. فهنعمل النهاردة صدور بط من غير فرن، وهنعمل فاهيتا، وهنعمل جلاش بالجبنة. وبصراحة أنا كنت كاتبة في المقادير بيض ولبن، فلقيت الحكاية تبقى جلاش بالجبن، فقلنا نخليها فطيرة أحسن كده، أو صينية جلاش بالجبن، علشان تبقى في اختلاف في الطعم ما بين اللبن والبيض واللي هنعمله. احنا دلوقتي هنبتدي المقادير بتاع البط على الشاشة. البط على الشاشة احنا دلوقتي هنديله صدمة. المقادير على الشاشة موجودة. صدور بط بسيط بسيط جدا، مفيهوش اي حاجة يعني. هتعمليه بسرعة، وخصوصا البط الصدور بيتباع دلوقتي لوحده في المحلات، وهو طبعا مش بلدي صرف، هو مسكوفي او الانواع بقى المختلفة دي، بس دي بتستوي بسرعة وبتدي نتيجة حلوة، وبتدي طعم حلو بسيط وسهل قوي. احنا بس احنا 3 معالق سمنة هنحطهم يقدحوا علشان يدونا الصدمه بتاعت اللون على طول. بس انا حطيتهم مستنياهم يقدحوا، وبعد كده بقى هنقول لكم على الفاهيتا برضو بطريقه سهله وبسيطه وكويسه. وان شاء الله يا رب النهارده حاجاتنا تعجبكم ونخلصها بسرعه كده. احنا اهو بنحمر بنحمرها في 3 معالق سمنه، 3 معالق سمنه وزيت. يعني ما تتأيديش بالمادة الدهنية دي، لأنها طبعا بتبقى حسب الرغبة. في ناس مش بتحب السمنة، وفي ناس مش بتحب الزيت، فاللي بتحبيه حطيه أو الاتنين على بعض. أنا بفضل دايما لما أحط معلقتين ثلاثة سمنة أحط معلقتين ونص، وأزود نص زيت بس عشان بيدي طراوة ولمعان وكده. احنا أول ما دول يبتدوا يدوا لون نحط التانيين على طول. علشان لو حطينا كله مع بعض هينزل الميه فهيطرى، واحنا مش عايزينه يطرى، احنا عايزينه كده. واحنا بقى ممكن نشتغل برضو في الجلاش، وزي ما قلت اللي انا يعني بعد ما كتبت المقادير فيها لبن، فلقيت ان احنا هناكله زي الجلاش واللحمه المفرومه، هو ايه الفرق بين ده وده يعني، فهيبقى الطعم هو. لكن احنا عايزينها زي بيتزا، زي بيتزا مورقة أو فطيرة مورقة، بتديني الطعم ده وبتبقى أحلى كتير من اللبن والحاجة. واحنا برضو هنعمل ايه، وبتبقى بالجبن طبعا حلوة والزيتون، وبعد كده حطي اللي انت عايزة تحطيه. يعني انا قايلة جبن وزيتون، انا ممكن اجرنش كده بحبة فلفل الوان، ممكن اجرنش بطماطم، يعني برضو الاضافات دي بتاعتك. بس احنا بنحبها دايما ايه بسيطه شويه فبتبقى كده، لكن احنا ممكن نجرنش كمان بحبه بصل وبتاع، لانها دي بقى بتاعتك في الجرنش. خليها بقى تحمر قوي، وبعد كده نحط الاثنين. بعد كده احنا هنعمل ايه دلوقتي، هنحط زيت نوزعه. بس مش اسفه نسيت الفرشه، هنوزع الزيت ده، وبعدين هنعد الجلاش. سي 14 ورقة، 7 و7، 7 ورقات، ونحط ما بينهم. بعدين بنحط الصينية، بنحط الصينية كده، بعدين بالسكينة، وبعدين اللي في النص ده ممكن نحطه في النص، ما بيترميش يعني. او ممكن تخليه لو انت مش عايزة تعملي منه ام علي مثلا، او في انواع كتير من الجلاش بيتعمل بده. احنا ايه هنعمل كده، نحط زيت. هي بس بتاخد ايه زيت كتير شويه، يعني ممكن تاخد نص كوبايه زيت او سمنه، او زيت وسمنه. نعمل مثلا 7، وبعدين هنحط الحشو من جوه، وبعد كده نحط الحشو من بره. بتبقى جميلة وتنفع في العشاء بالليل،
اللي عايز بيتزا بيبقى بيديها طعم بيتزا شويه ومكسل، خلي الجلاش عندك في الفريزر دايما يعني وقت ما تحتاجيه، وخلي اعملي سكر. احنا عايزين بقى نتكلم على حاجات رمضان واللي بنعملها فيها، الحاجات اللي بنجهزها يعني تجهيزات رمضان وكده، علشان الموظفة واللي مش فاضية اللي بيصحى متأخر. ايوه مقادير الجلاش على الشاشة هتيجي، مقادير الجلاش على الشاشة اللي يحب يصورها او طريقة. بص احنا كده حطينا رقين، نروح حاطين ايه كل رقين حاجة بسيطة من الجبن كده علشان تبقى كلها تمسك في بعض وتديك الشكل الحلو اللي انت عايزاه. ممكن انت عايزة بقى، ده اختياري انا مش كتبالي انه اختياري، تحطي بصل، تحطي فلفل الوان، تحطي حبة زيت زيتون كده، بس كل رقين اعملي كده مش النص والنص. مثلا النص والنص هي بتبقى 14 واحدة، بتحطي 7 وبترجعي بتحطي درجة التسوية انت بتحطيها في النص. اذا كان عندك بوتاجاز مش فوق وتحت بتحطيها على 180، 10 بتحطيها 10 دقايق، وبعد كده بتحطيها 10 دقايق كده تطمني. اول ما الحروف تبتدي تحسي انها احمرت تبتدي تولعي الشوايه. عندك فوق وتحت حطيها على 180 فوق وتحت. واحنا اهو بنحط برضو بتحطي كل رقين 3 اختياري، الجبن بتمسكها قوي. ونحط برضو ده ما نسيبهوش حرام، او لو عايزه ممكن تحطيه في الميكروويف او الفرن 5 دقايق ياخد لون وتستعمليه معاك. وبعدين انت لو هتعملي صينيه جلاش عادي بتعدي الجلاش 14 ورقه 7 و7، وتحطي حشو اللحمه المفرومه او اللي انت عايزاه كده. احنا هنا بقى علشان احنا بنحط كل رقين، برضو التزيين بتاعك انا مش كاتبه علشان اللي بيحبها ساده يقول يعني ما ينفعش احط خضار وكده، لا ينفع، بس انا بقول لك الاول بديك المقادير الساده علشان بعد كده اما تيجي واقول لك ان في اضافات لو عايزه تحطي حطي. بصل حاجه بسيطه كده، فلفل الوان كده برضو بيخلي الطعم حلو وبيديله سكر. احنا دلوقتي حمرنا دول، ممكن ممكن نشيلهم وهم متحمرين كده، بيبقى طعمه حلو حلو جدا. انا البرتقال مش صاحبي في البط وفي الرومي وكده، لكن كوباية عصير الطماطم هي صاحبتي، فبتدي حاجات كويسة، بتدي طعم كويس واحلى. يكمل بقى احنا في الجلاش لغاية ما هو يشتغل بقى. حط كل ورقتين كل ورقتين شوية زيت، عايزة تحطي سمنة بس الزيت بيلمع وبيطر يعني، بنوزعه بفرشة بقى كده. وبعدين احنا حطينه، وبعدين نحط ورقتين، حطي بقى زي ما انت عايزة في الجبن، حط برضو حبة زيت. انا هوريك ان ممكن نحط برضو سمنة علشان ما يبقاش فيه مشكلة عندك يعني زيت بس بتاع، في ناس بتحب السمنة جدا وكل شغلها بسمنة يعني وقليل الزيت، وفي ناس بتحب الزيت بس، واحنا بنحب الاتنين مع بعض، نحب ده وبنحب ده مع بعض، ده لي دور وده لي دور. سهلة ما فيهاش اي حاجة، والحاجات دي بتدعمها في الطعم وبتمسك مع بعض وبتبقى طعمها حلو جدا ورقات، وان شاء الله تعجبك.
وممكن تعملوا الجلاش في صينيه مربعه وتبقى بحالها من غير ما تعملوا كده، وهتبقى حلوه برضه. احنا بقى فاضل لنا ايه؟ دقين. المره دي بقى نجرب ايه، زيت على سمنه عشان ما يبقاش فيه مشكله في اللي عنده مشكله في يعني في المواد الدهنيه على طول يعني. بس احنا كده خلصناها. في ورق بقى زياده ممكن بقى نحطها، لا الاثنين نحط برضو زيت السمنه اهو. بعدين نحط في الجبن، جبن هتسيح حتى لو عملت منك اي حاجه تسيح ما تقلقيش قوي. بعدين خلصنا كده، عايزه تقطعيها قطعيها، انا بفضل شكلها يبقى زي البيتزاية كده ونقطعها بقى بعدين. احنا هنحط حبه ايه، زيت وسمنه عندنا حته بس غويطه شويه، محتاجه حته جلاش اهو. احط بقى، عايزه تحطيها كده حطيها، هي مليانه كل حاجه بس احنا عندنا لسه، هنحطه بقى كله. ده موزاريلا على جبنه رومي، عايزه تحطي شيدر، عايزه تحطي يعني نوع واحد حطي، عايزه تحطي نوعين حطي، حطي اللي تحبيه. بس ما بتب يعني انا مش بحبها في المثلثات بصراحه. انت اهو انا حطيت على الوش، مش يعني انت عايزه تكتفي بالزيتون والجبن اكتفي، دي عشان تديكي طعم ايه كويس. حطها بقى في الفرن، سهله ما خدتش مننا وقت خالص، الدنيا حلوه اهي. نحطها بقى في الفرن، ننضف مكاننا ونرجع للبط بتاعنا. نحط دي عشان نستعد تكون سخنت. شوف بقى البط، مر معانا، نسيب الدقيقة الناحية التانية تحمر ونرجع تاني لغاية ما تحمري. نتكلم شوية على تجهيزات رمضان. تجهيزات رمضان، انت ممكن تجيبي رز بسمتي تغسليه، ما تنقعهوش، تغسليه كويس وبعد كده تحضري كمية الزيت أو السمنة أو الزيت والسمنة وتقلبيه جامد 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 في بعضه لغاية ما تلاقيه لمع، مش يتحمر لمع، تشيليه في التلاجة لغاية 10-12 يوم كده، تاخدي منه وتستعمليه بقى بطريقتك. سوري. اللي بيحب رز حبة وحبة، بنحمر حبة رز كتير، زي تحمري الشعرية وتحمري لسان العصفور، ويبرد وتحطيه في برطمانات وتحطيه في التلاجة أو برة التلاجة، بيقعد معاكي طول الشهر. عايزة تعملي بصل، ممكن هتعملي صواني بطاطس وما عندكيش وقت، ممكن برضو تقطعي البصل وتروحي قاطعة زيت وطافية وتشوحيه فيها كده وتحطيه في أكياس، وتاخدي منه على صينيه بطاطس، على بيتزا، على أي حاجة يعني تستعمليه في كل استعمالاتك. ممكن تحمري بقى البصل الكتير اللي احنا بنستعمله في الرز بخلطة، الكشري، الحاجات دي كلها.
بتعمليه بتقطعيه حسب رغبتك. انا بفضل ترانشات لان يعني بعد كده بيتكسر في الرز او كده. وبعد قبل بقى ما تحمريه تكوني نقعاه في معلقه خل ومعلقه نشا وشويه زيت صغيرين وعصره ليمونه، وحطاه في مصفى تقلب وحبه ملح صغيرين، تقلبيهم في بعض وحطاهم في مصفى لغايه ما تقدحي الزيت جامد وتحمريه جامد قوي قوي قوي. بعد كده يبرد هيبقى مقرمش، يفضل معاكي مقرمش مده كبيره، تحطيه في علب برده للاستعمال. احنا كده حمرناه، هنحط دي ودي، وهنضيف لها حبه ميه، ونحط بقى التوابل بتاعتنا كلها عليها، كل التوابل هنضيف لها حبه ميه صغيرين. مفيش اسهل ولا اطعم منها. خلاص هنحط لها بقى ايه، ممكن تحط لها معلقه ثوم ومعلقه بصل مع الميه، يعني مش عايزاها مقدوحه كده، وممكن معلقه بصل صغيره كده. اهلا يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انتي؟ بقول لحضرتك انت سهلت لنا صراحه الحكايه بتاعت البط دي، بس هي ممكن تتعمل برضو بالفراخ صح؟ هي بتتعمل بالفراخ وبالبط وبالحمام كمان. ربنا يخليك، الله ربنا يخليك، يخليك، تسلمي، ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يبارك بص فيك. عايزه من حضرتك لو سمحتي العيش اللي مش بالدقيق خالص، شوفان. ايوه العيش الشوفان والعيش عشان الامساك، عشان الامساك. عشان كمان في الدقيق كمان بيتخن وكده، وعشان الدايت. بس هو انت بتحطي نسبه ضئيله جدا من الدقيق في العجينه، يعني ممكن تحطي ايه، تعملي الخميره، هو بخميره يعني، تعملي الخميره بمعلقه السكر وتحطي فيها معلقتين ثلاثه دقيق لغايه ما يجي معاكي، ولغايه ما تخمر يعني على جنب. وبعدين الشوفان لو عايزاه صحي طبعا ما بيتحطلوش اي حاجه. يعني اطحن الشوفان ومع الشعير ولا اخلي الشوفان كده؟ والله انا مش بحب الشوفان يتطحن مع الشعير، الشعير ممرر شويه فهيدي الشوفان طعم مر. انا بطحن الشوفان في الكبه لوحده وبحط عليه معلقتين دقيق ومعلقتين دقيق في الخميره، واعجنهم زي العيش العادي خالص، ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجه، لان انا يعني جربته واكلته كان معمول زي الفينو بالزيت وما كانش حلو. انت بتطحني الشوفان كويس وبتنخليه وبتحطي عليه حبة ذرة ملح ونص ومعلقة سكر. هي أيوة يا محمد، ازيك يا محمد؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا مدام ناهد. أهلا وسهلا، عليك السلام ورحمة الله. معلش عايز أسألك على حاجة، محمد زهران مع حضرتك. أهلا وسهلا. الله يخليك. بالنسبة للبصل بتاع الكشري، أيوة، ليه طلعه متقرمش كده يكون ناشف؟ انا بحمره واطلعه في الزيت يكون بيبقى طري. طري، ما احنا انا لسه المطعم بيكون ناشف حلو يعني. ايوه لسه قايله، انت بتجيب البصل اللي انت هتعمله وبعدين بتحط عليه معلقه خل كبيره ونص معلقه ملح، وبتحط عليه معلقه نشا، وبتحطه في مصفى تقلبه في بعض كويس، وبتحطه في مصفى ينزل الميه، تقدح الزيت قوي، والتقليب المستمر بيطلع ناشف وبيقعد معاك يومين ثلاثه ناشف كمان. وما يتغطاش وما يتعرضش للهواء، يعني يتعرض للهواء علشان ينشف فيقعد معاك حلو جدا. سوري. وبعدين انا اللي بكمل بقى العيش، بس بتعجنيه زي اي عيش عادي، والفرن طبعا بتاعتك بقى لازم تكون حاميه، تخمريه، بتعجنيه وتخمريه وتقطعيه وتخمريه تاني، وبعد كده بقى بتحطيه، وبعدين بتفرديه على دقيق، يعني لما تخمر بتفرديه على دقيق. احنا بقى نحط حبة جوزة الطيب كده، حبة جميل، ونحب نحط حبة بهارات، بس واحنا حطينا الملح
ونحط ايه؟ لا مفيش صويا صوص. نحط برضو ايه، حبه بهارات اللي هي انا بحب احط زنجبيل دايما، فانت لو حابه تحطي حطي. بعد كده احنا هنحط كوبايه الطماطم بتاعتنا عليها من فوق. ده ممكن تعملي معاه حبه رز بالخلطه، ممكن تعملي معاه خضار فيه، تحطي خضار فيه او خضار حواليه كده، فهيبقى حلو قوي. احنا بقى بعد كده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا خلاص العيش بالشوفان والشعير. الشعير دايما يعني حتى لما يتنخل ويتعمل بيبقى. اهلا يا فاطمه. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ ممكن اعرف طريقه كفته داوود باشا؟ حاضر يا حبيبتي، حالا. كفته داوود باشا بقى بنعملها ازاي؟ بتجيبي الكفته بتاعتنا العاديه خالص اللي بنعملها دي، بصله معصوره نعصرها كويس، وبعدين بنجيب حبه ملح وفلفل وبهارات، وفي بهارات كفته لو حابه تحطيها، وحبه جوزه الطيب، عايزه تحطي فص ثوم حسب رغبتك. بس لازم الكفته، لازم اللحمه تكون طازه، لان لو جمدتيها بتاخد ميه. في حاله بقى لو حسيتيها اخدت ميه بتحطي معلقه بقسماط حلوه معاكي وبتمسك، ندعكها كويس قوي، يعني نقعد كانك بتعجني عجين لغايه ما حاضر، لغايه ما يتجانس مع بعض، وتكوريها اقول لك بعدين. ايوه يا مامي. مساء الخير. مساء الهنا. تسلم ايديك على كل اللي بتعمليه. تسلم يا حبيبتي. معلش انا يعني ايه، بس معلش انا في شكوى، بس بالله عليك ما تقفليش يعني. لا يا حبيبتي اموري. بس انا بس يعني احنا يعني ظروفنا صعبه قوي، وانا متجوزه وبساعد اهلي، معايا ابويا وامي ناس كبير في السن، ومحتاجه بس علينا شيكات يعني، هم واخدين حته ارض 30. ايوه. الو. طيب هو الاتصال اتقطع، اتصلي بيا مره تانية ان شاء الله، والكنترول هو اللي هيكلمك بعد كده في الحاله بتاعتك. ونخرج فاصل ونرجع تاني. ورجعنا مرة تانية، معانا صينية الجلاش اللي بقت بيتزا، وفي منتهى الجمال ان شاء الله تعجبكم، ومن جوه بقى تبقى طرية كده، والموزاريلا عاملة شغل كبير، لما تقطعيها تتقطع معاكي كده، تبقى ايه؟ تبقى بالشكل ده بعد ما طلعت. واحنا البط منتظرين اهو، نبتدي نعمل الفاهيتا. هنحط السمنة بتاعتنا او الزيت او زيت السمنة كده، وهيتقدح برضو، يتقدح عشان وننزل باللحمة. اللحمة ستيك، بتجيبيها ستيك او بتجيبيها. الفرق بين الشاورما والفاهيتا، سوري، ان الفاهيتا بتبقى شرايح عريضة شوية وطويلة كده، لكن الشاورما دي بتتقطع مثلا 8 حتت، 10 حتت، 5 حتت، بتبقى رفيعة قوي عن كده بس. ودي ستيك او بفتيك او لحمة بفتيك. هناخدها بقى كده على طول، تاخد الصدمه بتاعتنا ولونها يتغير، دي ما تاخدش وقت خالص يعني. وهتبقى سهله وحلوه. ودي بقى برضو اللي بالليل في العشاء، او تعملي سندوتشات للولاد، بتبقى فيها كل حاجة مغذية يعني، فيها الفلفل وفيها البصل وفيها الثوم وفيها التوابل اللي بتطلع ريحة كده جميلة، وسهلة جدا. انت ومقادير الفاهيتا على الهوا اهي، نص كيلو لحمة شرايح، بصلة شرايح زي كده، وبعدين صويا صوص، وبعدين بتحطي فلفل ألوان وزيت وفلفل أسود وبابريكا، بابريكا حلوه قوي يعني، البابريكا مش شطه، وبتديكي طعم الشطه البارده دي حلوه قوي، ما هي من الفلفل برده. وبهارات بقى بتاعتك، في بهارات فاهيتا بتتباع،
لو انت حباها هاتيها، مش حباها كفايه بهاراتك ونكهتك برضو، هي بتبقى حلوه بصراحه لو للي يحبها يعني. اللحمه معانا اهي تاخد صدمه، نحطها على نار حاميه اكتر كده، واول بقى ما تتشوى معانا كده وتتحمر نبتدي بقى نحط عليها اضافاتنا كلها قبل ما تسحب ميتها. بس لازم لازم تكون الزيت او الماده الدهنيه بتاعتك دي تقدح قوي علشان تيجي باللون معانا بسرعه، والنار تكون حاميه برضو. وهي طبيعي مش هتاخد سوى لانها اساسا هي رقيقه جدا ومتقطعه تقطيع رقيق. وبعدين انا كان في حد سألني على حاجة، احنا قلناها اللي هي الشوفان، الشوفان والشعير مع بعض. انا قلت الشوفان والشعير مع بعض ما بيبقوش، ما بيديكوش الطعم اللي انت عايزاه. قلق ايوه. وفي سؤال تاني دلوقتي، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل. المكرونة بالبشاميل بتجيبي كيس مكرونة اللي هو نص كيلو او 400 جرام او نص كيلو يعني، سي بتسلقيها نص سلقة، ما بتكمليش سلقها للاخر علشان لما بتكملي سلقها للاخر بتلاقي الواحدة اتنين تلاتة بتتكسر يعني، تديها نص سلقة بالظبط. وبعد كده بتركنيها، بعدين بتجيبي 4 معالق دقيق عليهم 4 معالق مادة دهنية. انا بحب احط لها الزبادي قوي، بحب اضرب 4 كوبايات عليهم 4 كوبايات لبن، عليهم بيضاية واحدة علشان طعم الكراميل ما طعم الكريمة ما يضيعش مني، حبة ملح وفلفل. تاخدي ال4 كوبايات لبن تحطي معاهم البيضاية، تحطي معاهم الملح والفلفل، تحطي معاهم معلقة زبادي أو معلقتين زبادي، بيهيشها بيخليها حلوة جدا. تضربين في الخلاط. جينا بقى حطينا ال4 معالق دقيق في الحلة بنشوحها، وبعد كده بتضيفي اللبن حبة حبة، وبعدين بالمضرب السلك على طول، لأن المضرب السلك رهيب ما بيخليهاش تكلكع أبدا. وتفضلي بقى لغايه ما تخلصي الكميه، بتديكي اللي هي السمك المتوسط، لا تقيل ولا خفيف. عايزه تخففيها زودي لبن، عايزه تقليها اكتر من كده نقصي 4 كوبايه لبن. بعد كده بتحضري طبعا تعصيكه اللحمه، بتحمري البصله، بتحطي النص كيلو عليه 1/4 كيلو لحمه، بتحطي اللحمه، بعد كده بتبشري الطماطمايه بتحطيها مع اللحمه وفلفل اسود والبهارات وكده. انا ما بحطش ثوم في البشاميل بس. بعدين انت بقى تستعمليها في الصينية، بتحطيها في الفرن برضو 180. احنا هتاخد معانا لون بس، يعني هي التجهيزات رمضان بقى. يعني لو البرتقال رخيص في السوق هاتيه واعصريه وحطيه في الفريزر. حطي لو انت مخزنه رمان احلى عصير ممكن تشربيه وتحبيه جدا غير فوائده. بس تجيبي مثلا 2 كوباية رمان عليهم برتقانيه بسره تقشريها وتحطيها معاهم في التخزين، تضربيهم مع بعض، تحطي ميه قليله يعني عليهم 1 كوباية ميه او 1.5 كوباية ونص 1 كوباية سكر. فعلا لو عملتيها تدعي، الفوايد حلوه والطعم رائع. وبصراحه يعني انا صادفني بالصدفه، يعني كنت عند ابني، فابني راح عنده رمان وبرتقان، راح حطيتهم لي على بعض، قال لي حط لك على بعض. انا استغربت، قلت له طب، قلت التجارب حلو، البيت كله مبهر بيه بقى، بعمله بحطه في البيت طول ما البرتقان كان موجود. دي فكره جديده بتبقى حلوه قوي. فروحت انا عامله كده، رحت جايبه كميه رمان ورحت مفصصاها وغسلاها ومنشفاها شويه في مصر، ورحت جايبه عليهم كل كان 2 كيلو برتقان بحط عليهم نص كيلو، كل 2 كيلو رمان عليهم نص كيلو برتقان بسرعة يعني برتقانتين، وبقيت اغلفهم واحطهم في اكياس في الفريزر، وكان حلو قوي. احنا نشوف البط دخل، البط تقريبا استوى بس بصوا ما خدش وقت خالص ازاي اهو. بس نخليه يشرب ميته للاخر معانا. احنا هنا ابتدت تتحمر اهي،
في ناس سالوني عن المكرونه بالبشاميل ننفع نعملها ونحطها في الفريزر؟ ينفع تحطيها في الفريزر لمده اسبوع، بعد كده طعمها بيغير. في ناس سالوني على التورت، عندهم تورت زياده وجاتوه كده، حطيها في علبه محكمه وحطيها في الفريزر وطلعيها، بس يوم ما تطلعيها يوم ما تخلص، يعني مش تطلعيها وتحطيها تاني، لا تقسميها على قد الكميه اللي انت عايزاه وتحطيها في الفريزر برده، ووقت الاستعمال بتعمليها بتبقى حلوه قوي. وبرده في ناس سالتني عن على الثوم المجفف والبصل المجفف، انا في ناس بتقطعه وبتحطه ينشف وكده، لا انت تولعي الفرن جامد، بتخلي الثوم زي ما هو علشان يحتفظ بالريحه بتاعته، يعني ما تقطعيه مش الريحه بتملى البيت فاخدت منه سوري. بعدين بتروحي حطاه في الفرن، تكوني مولعاه بقاله مثلا 10 دقائق سخن قوي، تروحي مولعاه وحطاه دقيقتين وطافيه، وهو ياخد حراره الفرن، بعدين تنشريه كده في مكان هاوي هتلاقيها ناشفه اتحني، بيبقى كده برضو ايه، بيبقى الثوم الباودر ده. احنا كده خلاص اهي حمرت معانا وخدت لون، ننزل بقى بايه، بالتوابل بتاعتنا، بهارات. انا بحب جوز الطيب في كل الاكل، في كل الاكل اللي كده يعني، بس لازم احط جوز الطيب، ونخلي الصويا صوص ده في الاخر، وفلفل، وبرده ملحيها ملحيها بس ما تطلعش ملح. نقلب شويه بقى البهارات تاخد مع بعض، برضه في تجهيزات رمضان تعصري طماطم، هاتي مثلا ايه تستعملي في الشهر ده 10 كيلو طماطم مثلا او 5، تروحي جايباهم عصراهم كويس وغلياهم، او ولو صعب عليكي حطيهم في حله، فيها في حله كبيره ولغايه ما يطلعوا الميه بتاعتهم دي، وتروحي راميه الميه. ايوه اهلا يا ام احمد. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت بس عايزه اعرف طريقه الحواس بالسندران. حاضر حلو تحت امرك ماشي يا حبيبي، هقوله بس. وبعدين بتعمليها بكياس، في بقى ممكن احنا بنعمل اكل معظمه في مصر دلوقتي بنعمله ني في ني، فانا بجيب كل كيلو قوطه بعصر عليه، بحط عليه بصلايه كبيره قوي او بصلتين زي ما انت بتحب البصل، بضربهم في الخلاط مع بعض، والخلاط بيندرب، انت بتشغلي الخلاط بفنجان ميه كده يندرب، تسيبيهم يغلوا كويس لغايه ما يخشوا في التسبيك، وبعدين تقسميهم في علب، تحطي الخضار، تحطي الكيس، تحطي اللحمه او الفراخ، خلصت الموضوع. ده برده بيبقى حلو في رمضان، عامله كل حاجه. طريقه الحواوشي، بتجيبي نحط حبه بقى، طب انا هعمل وهقول لك الحواوشي دلوقتي، حبه صويا صوص معاهم، حبه الفلفل الالوان، عايزاهم صحيين كده مش عايزاهم نايمين. وبعدين تحطي البصل معاهم، حبه ثوم صغيرين، صويا صوص برضو ما شاء الله بقى. هي كده خلصت معانا، بس نديها دقيقة لغاية ما نقول الحواوشي ونقلبها ونقدمها. الحواوشي الاسكندراني بتعمليه ازاي بقى؟ في ناس بتعجن العجينة، عجينة العيش انا بعمله كده، يعني انا بعمل مثلا هعمل كيلو، بجيب كيلو دقيق وبحط عليه ملح ومية بس وخميرة وسكر وعجنهم، بسيبهم يتركنوا، وبعدين بجهز الحواوشي، بتحطي بتجيبي اللحمه المفرومه، بتحطي عليها فلفل كتير،
بتحطي عليها بصل يعني كيلو عليه ربع كيلو بصل، في ناس بتحط نص بس بقى هو ربع كيلو بصل، الكيلو الحواوشي عليه ربع كيلو بصل، عليه فلفل اخضر كتير، عليه طماطمايه، عليه ملح وفلفل وبهاراتك، بتقعدي تعجني 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 فيها خالص لغايه ما كله يمتزج ويبقى كويس. بتجيبي دقيق بتفردي، بيكون العجينه خمرت، بتفردي على القد على القد، بتحطيها بتفردي واحده تانية وبتحطيها عليها، وبعدين بتقفليها من بره، بتحطي على الوش زيت، وعايزه تحطي بضايه يعني والاسود حبه البركه او سمس، ده انا بعمله دايما ده عندي. عايزه بقى تجيبي عيش شامي او عيش بلدي وتحشي وتحطي في الفرن. ايوه يا بهاء. الو. ايوه شيف ناهد. اهلا وسهلا. معاكي بهاء امين. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ابن اخويا طبعا حبيبي. عايز اعرف يا شيف ناهد الحواوشي الاسكندراني. تاني؟ انا قلت. انا قلت يا بيبو. السجق الاسكندراني برضه. السجق الاسكندراني ممكن بقى نغير شويه. ايوه. يا حبيبي ربنا يخليك. حاضر يا حاضر يا بهاء. مبروك. اهلا يا سمية. عاملة ايه؟ الحمد لله. سؤال كويسة كده؟ الحمد لله يا حبيبتي. سؤال ليكي سؤال يا حبيبتي؟ انا بحبك خالص. وانا كمان بحبك، ربنا يعزك. شكرا. ليكي سؤال؟ شكرا لمتابعتك. ايوه انا عايزه اعرف طريقه طاجن المكرونه باللحم. حاضر حاضر. طبعا انت عارفه تعصج اللحمه طبعا، صح؟ من عصج اللحمه بالطريقه بتاعتنا اللي احنا قلناها، البصل وعليها اللحمه وعليها، تسلقي بقى المكرونه، وبيفضل اقلام او الكبيره دي. المهم بقى بتروحي عاملاهم، بتجيبي البرام، وبعدين بتحطي بطاني البرام بطرنشات بصل بصل وطماطم وفلفل، وبعد كده بتروحي حاطه اللحمه المفرومه، بتكوني سلقه المكرونه نص سلقه، بتروحي حاطاها فوقيهم، تكوني كوبايتين طماطم ومعلقه كبيره صلصه ومعاها الملح والفلفل والزيت وكل ده، يغلوا غلوتين على النار، وتسقي بيهم البرام وتدخليهم الفرن، يبقى حلو قوي. بس البط خلاص، بس انا عايزاه حطيته على نار عاليه علشان ياخد حبه الميه اللي نزلت. ممكن لو استوى منك والميه دي نزلت تستعمليها بقى في حاجات تانية كتير، يعني تستعمليها. بتبقى سمك عجينه الحواوشي بتبقى قد نص عقله الصباع المفروده كده، يعني تبقى قد كده وتبقى رقيقة شوية علشان هو تاني هيخمر وهيعلى في الفرن. وايه تاني غير الحواوشي ده؟ بيبقى كده كويس. بس بتفرديه على دقيق على فكرة، يعني بتجيبي النشابة وتعملي وتدوري كأنك بتعملي عيش العيش الطاسة ده اللي هو ان احنا بنفرده وبنحطه في الطاسه، بس ده هنحشيه الحواوشي وندخله الفرن. وممكن تقلبيها زي القطايف برضو وتقفليها بحبه ميه كده، يعني تعصي الطرف ده ميه وتقفليها كده زي ما بنعمل في القطايف بالظبط، وبرضو بتدخل الفرن وبتبقى حلوه قوي. السجق الاسكندراني بقى، السجق الاسكندراني بصلايه مبشوره. ايوه يا ساره. الو الو. أي. ايوه حبيبي. الو الو انا معاك اهو. لو سمحت ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ايه؟ اطلب طلب. ممكن ايه يا استاذ؟ سؤالك ايه؟ انا مش سامعه. الو. طب احنا منتظرينك تاني. بصي بقى، البصل اللي كان ترانشات ده والفلفل اللي كان ترانشات ده
والثوم بيتحط كله، بنقطع الحواوشي صغير، بنقطع الواحدة 3 أو 4 وبنحط معاهم كاتشب مستردة للي بيحب المستردة، وبنحط زيت ولا أي حاجة لأن هو فيه دهونه، وبنحطه كله على بعضه وبيدخل وبيبقى كده لغاية ما يستوي، بس مفهوش أي حاجة تاني. ده الحواوشي. احنا بقى قربنا نطلع البط. ده السجق. طبعا انت ممكن تعملي ده تحطيه معاه ويبقى خضار. اه بقولك ممكن تعملي بالشوربة دي، تعملي بالشوربة دي اللي بيطلع منها وهو استوى ولسه فيه، تاخديه منها كوباية وتشكليها في اي حاجة. انت ممكن تعملي منها رقاق تبقى حلوة بكل النكهات اللي فيه بكل الطعم اللي فيه، وتيجي تعملي تاخدي منه وتعملي رقاق حلو. او هو منزل كل حاجة لوحده، احنا ما حطيناهوش حاجة، هو نزل المية ونزل كل حاجة وكمان استوى، بس انا عايزاه ينشف. احنا معانا دقايق ولا حاجة نسيبه براحته ولا خلصنا؟ انا عايزاه ينشف بقى. وكل سنة طيبين في رمضان بقى، احنا بنجهز بدري يعني، بنجهز في نص شعبان كده، بتفضي فريزر عندك خالص او عندك ديب فريزر، وبتدي بقى تحطي حاجاتك دي. صحيتي متأخرة، جاية من الشغل مستعجلة، جيتي متأخرة، اي حاجة، بدل ما تقعدي تجهزي بالليل بعد السحور وتنامي وتتعبي، لا ده انا هاجي هاخد ده على ده على ده. خلصت الرز عندي متحمر، الشعرية متحمرة. لو عايزة حتى تعملي رز بلبن، انا بقلبه في حتة زبدة الرز وبشيله، وحتى بيبقى ما بين المهلبية والرز بيبقى بيدي طعم تيست حلو قوي قوي، وبرده بتشيليه. عايزين بقى نعمل افكار كتير في الحاجات نشيلها. طبعا انت ممكن تعملي تجي عايزه تعملي فاهيتا زي دي ولا شاورما، تقطعي بقى تقعدي كده تقطعي وتعملي كياس وتعملي فيها حاجتها، بس يعني يا ريت الفلفل ما يبقاش في الفريزر لانه بيمي كده، ممكن يتحط في علب محكمه كويس تحت كده لمزه. طب هنطلع الحاجه. هو متحمر ومستوي. بصوا هو ده بقى ممكن تستغليه في اي حاجه بقى، ممكن تستغليه في 100 حاجه عندك في البيت، رقاق، بطاطس، باميه، اي حاجه. خليه بقى هنا لغايه ما يا رب يا رب اكون فدتكم النهارده وتكون الحاجه كويسه، وان شاء الله ان شاء الله كل مره نعمل حاجه اكتر، وان شاء الله بعد كده هعمل مكرونه بشاميل تاني في الحلقه. وادي حاجتنا النهارده، البيتزا اهي، قدمنا البيتزا، قدمنا الجلاش بالجبن، وقدمنا الفاهيتا، وقدمنا البط، والمقادير كلها كانت عندكم اللي صورها، واللي مصورهاش يبقى على اليوتيوب او على صفحتي ان شاء الله، صفحه الشيف ليك. والحلقه الجايه نتقابل على خير، ومتشكره ليكم، مع السلامه.